أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة والمستمرة على قناة المغاربية. إذن الشعب الجزائري ما زال مصر على مواصلة النضال ويتعهد بعدم العودة والتراجع عن الحرية إلى غاية تحقيقها. ثلاثاء طلبة أحبائي أو بناة المجد كان تاريخيا غير مبالي بمناورات سلطة الأمر الواقع التي تريد استمرارة النظام الفاشل القديم، كيف لا وهي ترتكب كل يوم حماقات يندى لها الجبين وتزيد من إصرار الثائرين وتقوض أو تزيد من نفوس الغافلين والمغرر بهم. حكومة جراد تعرض أعزائي المشاهدين برنامجها أمام برلمان ثار عليه الملايين لاقتلاعه من جذوره، وخلال مداخلته انتقد الوزير الأول سياسة خليفته أو خليفته أمام جمهور زكى بوتفليقة وبدوي وقيد صالح وأوي حيا وسلايل بالأرجل والأيدي، وباتت حكومة بدوي مثل الحكومات المتعاقبة تنعل سابقتها. أكثر من ذلك أحبائي، هل أعجب جراد من قضية نقل وتحويل وكيل الجمهورية محمد بلهادي لمدينة قمار بولاية ودسوف؟ محمد بلهادي الذي استيقظ ضميره كما يقول الكثيرون ورافع لبراءة معتقلي الحراك 16 بمحكمة سيدي محمد لأنه لا يريد أن يكون مسيلا أو مقيدا بالهاتف. إذا كان القضاة النزهاء يتم معاقبتهم أو تحويلهم أو إخافتهم من قبل سلطة الأمر الواقع، فكيف يمكن للمواطن البسيط الثائر أن يثق في قضاء مسير حتى وإن كان يحاسب جزء منها أو يحاسب ولا حتى ولو إن كان يحاسب جزء من العصابة؟ كيف يريد هؤلاء بناء جزائر جديدة بأيدي بائسة ملطخة بشتى أشكال الجرائم؟ كيف يريدون بناء جزائر جديدة من غير جزائريين؟ إذن أعزائي المشاهدين، هذا أبرز مسائل اليوم للنقاش، خاصة قضية معاقبة وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي محمد، قضية البرلمان وحكومة البلاد اللي راحت يعني قدمت برنامجها أمام برلمان مشكوك ومتهم من طرف الملايين بأنه برلمان التزوير. وسوف نعود أعزائي المشاهدين للمشهد السياسي عامة إلى أين تتجه الأمور، خاصة بعد الجمعة الثلاثاء 51 ونحن داخلون إلى سنة ثانية من الحراك. ولمحاولة فهم فهم المشهد السياسي الحالي، يكون مع يمين تلمسان المحامي وناشط الحقوقي أستاذ رقيق الطاهر. سير رقيق، مرحبا بك. أهلا بكم. أهلا بك. ومن بيتنا الأستاذ المحلل السياسي أستاذ العربي فرحاتي، مرحبا بك أستاذي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا بك. نبدأ بك أستاذ رقيق الطاهر، قضية نائب وكيل الجمهورية بالنيابة، النائب وكيل عفوا وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد استدعي إلى وزارة العدل، والآن حسب الأخبار المؤكدة من طرف الكثير من المصادر أنه عوقب وحول إلى قمار، ما تعليقك؟ بطبيعة الحال وكيل الجمهورية المساعد لمحكمة سيدي محمد لما قام بمرافعته الجريئة وطالب ببراءة متهمي معتقلي الرأي، كنا نظن أن هذه المرافعة ستمر مرور الكرام عليه، إلى أنها لم تمر كذلك. وهذا ما يؤكد أن السلطة التنفيذية لا زالت تهيمن على السلطة القضائية. القرار الذي تم اتخاذه من طرف وزير العدل بنقل وكيل الجمهورية المساعد إلى محكمة قمار بمجلس قضاء الواد هو قرار تأديبي، وهذا الإجراء تم اتخاذه تأديبيا، وهذا ما يدل على أن السلطة التنفيذية لا زالت تطغى وتسيطر على السلطة القضائية، لأن القرارات التأديبية هي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وحده، وليس للوزير عقاب أو معاقبة وكيل الجمهورية بسبب
هذه المرافعه. استاذ رقيب، استاذ رقيق حاب حسب بعض المنشورات، حسب بعض الاقاويل قلنا ربما ارتكب خطا دستوريا او قانونيا، حسب رايك يعني هل ارتكب شيء يستاهل تاديب في مرافعته؟ يعني لم يرتكب شيئا يستاهل التاديب، لان بطبيعه الحال وكيل الجمهوريه او النيابه هي حامي المجتمع، حامي الحق العام، لا يعني انها تكون ضد المتهم فقط لفائده الطرف الاخر او ما نسميه الضحيه او الطرف المدني، وانما هي حاميه المجتمع والحريات العامه، وهو ما تؤكده المواد 157 و 158 من الدستور. معناه لم يرتكب اي خطا يتخذ بشأن هذه العقوبه. استاذ رقيق؟ نعم. إذا قضية مثل هذه يعني حسب رأيك هي رسالة للقضاة الآخرين ربما يعني باش ما يتجرؤوش، ولا كيفاش تفهم هذه الرسالة مثل هذه الرسائل؟ هذه رسالة لبقية القضاة بكل صراحة لتأكيد على أن وزارة العدل السلطة التنفيذية لا زال بيدها زمام الأمور، وأن أي قاضي يخالف التعليمات أو المكالمات الهاتفية سيلقى مصيره، لأن تعودنا في عهد الوزير السابق أو عهد الوزير المسجون أن كل قاضي يخالف التعليمات يكون مصيره الإبعاد إلى الصحراء، لأن أصبحت في الجزائر الصحراء هي العقوبة الخاصة بالقضاة. صح. أستاذ العربي فرحاتي، واش رايك في هذه القضية؟ يعني قضية عجيبة وغريبة، الإنسان أو الوكيل الجمهورية رافع حسب ضميره، الآن يعاقب وحول إلى صحراء كما يقولون، إلى قمار، يعني واش رايك في هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي إليك وإلى كل مشاهدي قناة المغاربية وإلى ضيوفك الكرام. ما عن هذه القضية تحويل أو عقاب وكيل الجمهورية، فلا أعتقد أنها شيء غريب على نظام ينصب الفخاخ لبعضه البعض ويكيد لبعضه البعض، فضلا عن أنه يكيد إلى صوت معارض. هذا الصوت من نابع من ضمير بالنسبة لوكيل الجمهورية وما فعله، ورفع بشكل شجاع وبصفة جريئة وقل مثيلها في القضاء الجزائري، فمصيره طبيعي أنه يعاقب، وللأسف الشديد أنه ينفى إلى الصحراء، وهو عقاب بالنسبة لعقلية النظام، وهو دليل على أن النظام، على أن الجنوب كان وما زال مهمشا وما زال منطقة للنفي، كما نفي إليه قديما آباءنا من قبل السلطة الاستعمارية، ونفي إليه أشراف وأحرار التسعينيات، وهو اليوم ينفي كل صوت حر عقابا له إلى هذه الصحراء، وهو دليل على اتهام النظام أكثر من هو نفي للصحراء. لكن أستاذ فرحات، الأمر العجيب هو أن شفنا مثل هذه التصرفات قبل الانتخابات، شفنا القضية تاع النابة، قضية تاع القلعة اللي اطلق السراح طابو، كل هذا ربما حسب الاخبار كان عوقبوا بشكل او شكل اخر، لكن هذه القضية جاءت بعد الانتخابات، بعد هذا الخطاب الرسمي ان احنا الان في جزائر جديدة وان في ممارسات جديدة وان الان سوف يكون استقلالية العدالة بشكل حقيقي، هذا هو الامر، يعني ما يقال رسميا وما يفعلون في الميدان ربما فيه تناقض كبير. لا أعتقد أن هذه تغيب عن الجزائريين أنها سياسة الكذب، ف
فنحن أمام نظام قديم ولا جديد فيه، لا حكومة جديدة ولا برنامج جديد ولا ممارسات جديدة ولا انتخابات في صيغة جديدة، كل شيء قديم في إطار القديم واستمرار ما هو قديم. لا تنطلي على الجزائريين مقولات الجديد، فالجديد إن هو إلا قديم في ثوب جديد، وبالتالي فهذه الممارسات هي ممارسات لعصابات ضد بعضها البعض، وهو ما صار ضده الحراك الشعبي ويريد أن يغيره جملة وتفصيلا. أستاذ فرحات البالي يقول ربما مثل هذه الممارسات هي التي تجعل توقظ نفوس الغافلين اللي رام كان تاكلين، ربما قالك بعد الانتخابات الآن خلاص عندنا جزائر جديدة، لازم نصبروا، لازم نشوفوا ماذا سوف تفعله هذه المنظومة الجديدة، لكن الواقع ربما لن يكون لصالح النظام، خاصة اللي كانوا معهم، اللي كانوا في جانبهم يعني منذ الانتخابات. طبيعي أستاذنا الكريم أن النظام المتأزم لا ينتج إلا أزمات، ولا يمكن له أن ينتج الحلول، وبالتالي فعندما ينتج الأزمات فالوعي داخل الشعب الجزائري يرتفع إلى مستوى الثورة، ونحن في وضعية الثورة، وبالتالي فكل من اعتقد أن النظام سيتجدد وأن النظام سيغير من أساليبه ولكنه يمارس نفس الأساليب القديمة، فإن الوعي عنده إن شاء الله سيتطور، وأن الحراك الشعبي سيتسع، وأنه سيتسع أفقي وعمودي كما أقول، وبالتالي فإن النظام لا يمكن له أن ينتج حلول، وإنما ينتج مشكلات تعقد المسألة أكثر. أستاذ الكيكتان، وليك فيما يخص القضية الآن المعتقلين، أنت كمحامي راك في الميدان، نعود إلى قضية التناقض بين ما يقال رسميا من طرف أن النظام يؤكد أن الآن فيه تغيير المنهج، فيه تغيير المعاملات، فيه شيء جديد، في جزائر جديدة. أنت الآن كمحامي في الميدان، هل حسيت أنه هل شفت أن فيه تغيير في المعاملات، فيه تغيير في الممارسات، أو كما يقول البعض ربما احنا رانا نعيش ليس فقط كما كنا نعيش قبل لكن أشد حسب بعض الآراء، وش رأيك؟ أنا حسب رأيي لا يوجد أي تغيير، معنا لم ألمس أي تغيير ما بين النظام السابق والنظام الحالي. كل ما الشيء الذي تغير فقط وهو أننا أصبحنا نعتقل ونحاكم من يعبر عن رأيه، هذا الرأي المكفول دستوريا. استقلالية السلطة القضائية أو استقلالية القضاء لم يبقى لها أي معنى، أو بكلمة أصح أصبح تدخل السلطة التنفيذية تدخلا سافرا في هذه الاستقلالية. فيما يخص قضية المعتقلين، أستاذ رقيق، أنت كمحامي في تلمسان، الآن ربما حسب الأخبار غدا إن شاء الله سوف تحاكم بعض الشخصيات، بعض النشطاء المعروفين على رأسهم نور الهدى وبعض النشطاء آخرين، لو تحكينا في هذه القضية. بطبيعة الحال في هذه القضية كل محامين استغربوا لتقديم هذه الجلسات. جلسة نور الهدى عقادي كانت مبرمجة لتاريخ 25 فبراير، وباقي المعتقلين لتاريخ 18 فبراير في أمسية اليوم تم تحديد هذه الجلسة على أنها ستكون يوم غد 13 فبراير، وهذا ما يؤكد أيضا أن التعليمات الفوقية أكدت على ضرورة تصفية ملفات المعتقلين، وهذا إجراء غير عادي، يعني إجراء تقديم المحاكمات، هذا إجراء
بطبيعة الحال أؤكده وأؤكد لا يوجد أي نص قانوني يسمح بتقديم الجلسة، لأن الجلسة لما يتم تحديدها ترسل استدعاءات لكافة الأطراف، فكيف يمكن بين ليلة وضحاها تقديم هذه الجلسة وفيها أطراف التي القانون الجزائري يحدد مدة معينة لتوصل الأطراف بهذه الاستدعاءات على الأقل لتحضير دفاعه أو لتحضير مرافعاته. وحسب رأيك ما هو الهدف أو الرسالة أو خلفيات هذا التقديم؟ هل فقط محاولة لإنهاء هذا الملف قبل 22 فبراير أو كيف؟ ربما هو مساومة للحراكيين وإنهاء هذا الملف قبل اختتام سنة من الحراك، أو لأن دعوات النشطاء عبر الفيسبوك، كانت هناك العديد من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أن يكون زحف ليوم 25 فبراير إلى تلمسان لحضور محاكمة نور الهدى عكاد. هذه قضية نور الهدى عقاد، يعني كثر الكلام عليها وشيء غريب، يعني معظم النشطاء خاصة الطلبة ونشطاء الرايات معظم مطلق سراحهم، لكن سيدة نور الهدى ما زالها في السجن وطولت. يعني حسب رأيك ما هي خلفيات هذه القضية؟ بطبيعة الحال نور الهدى عقادي ناشطة من نشطاء الحراك في تلمسان، وبقائها لهذه المدة الطويلة وهو أن لها منشورات، هذه المنشورات تتعلق، أؤكد هذا، أنها تتعلق ببحثها في شهادة الماستر بمذكرتها. مذكرتها في الماستر تتعلق بمنشورات شباب الحراك ومدى تواصلهم مع هذه المنشورات. شكرا سي رقيق الطاهر محمد ناشط الحقوق من تلمسان، بارك الله فيك على هذه المعلومات وشكرا جزيلا على المداخلة. أستاذ العربي فرحاتي، سوف أعود معك إلى قضية تقديم أو عرض البرنامج الحكومة على برلمان ثار عليه الملايين من الجزائريين، حتى النظام الحالي الآن يؤكد أن العصابة هي كانت تعين البرلمانيين، هي كانت تعين المسؤولين، لكن هذا ما منعش أن رئيس الحكومة يقدم ويعرض برنامجه على مثل هذا البرلمان. كيف تفسر هذه القضية؟ عم قبل ذلك أريد أن أرجع إلى قضية العدالة. تفضل. عجيب أستاذنا الفاضل أن يطلق سراح لويزا حنون وهي متهمة بالتآمر على الوطن، ولا ندري مدى صحة هذه التهمة، لأنها اتهمت في غرف مظلمة وقد حكم عليها 15 سنة سابقا، وفي الوقت نفسه يحتفظ في السجن بطفلة اتهمت ظلما بتهمة سخيفة، أقول سخيفة، وهي إضعاف معنويات الجيش. أليس هذا عجيب؟ ثم أعود إلى ما تفضلت به من سؤال حول البرلمان. هذا البرلمان كان الشعب منذ في الحراك منذ 22 وهو يطالب بحل هذا البرلمان وحل كل أجهزة النظام الفاسد، ولكن سلطة الأمر الواقع أبت إلا أن يبقى هذا البرلمان إلى يومنا هذا. والبرلمان كما يعرفه كل الشعب الجزائري أنه مؤسسة للصراخ، أصرخ ما تشاء تحت قبة هذا البرلمان، لأنه معد فقط كمكتب للتصديق. نتعجب كيف برلمان يرأسه رئيس حزب أو تحالف له 9 نواب، وكل النواب الباقين تقريبا أغلبهم من أحزاب الموالات.
فكيف بهذا البرلمان يمرر عليه مشروع سلطة فعلية، مشروع حكومة غير معترف بها شعبيا، والشعب يرفضها في الشارع ويرفض البرلمان، فكيف لا يقبل ولا يصوت لهذا لهذا الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة، وهو لا يختلف عن البرامج الحكومات الأخرى، رغم أن هذه الحكومة أتت لتلعن حكومة سابقة، وهذا ما ألفناه في كل الحكومات. حكومة تلعن سابقتها، ربما هذه ظاهرة، هذه ظاهرة ليس بجديدة. عندنا هذا التقرير حول هذه القضية، كل أمة تلعن سابقتها، وهذا ما شفناه في مداخلة رئيس الحكومة الجزائري. خلينا نشوف هذا التقرير حول هذه القضية، نعود لمواصلة النقاش. لقد عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة تسيير كارثي للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعمليات هدم ممنهج لمؤسساتها والاقتصادية بهدف الاستيلاء على خيراتها. إذا كان التقرير حول ما أو عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان، وقصف رئيس الحكومة الحكومات اللي كانت سبقته بالقصف الثقيل كما قال الكثير من المراقبين. معنا لمحاولة فهم هذا الأمر معنا من الجزائر المحلل السياسي أستاذ عز الدين تومي. سيد تومي مرحبا بك. أستاذ عز الدين تومي، لا فقدنا ربما الزملاء يحاولوا مرة أخرى يحاولوا يتصلوا به. أستاذ علي العربي فرحتي، لو نرجع إلى قضية كل أمة تلعن سابقتها، المشكلة أن الحكومة الحالية فيها وزراء كثيرون كانوا في العهد الماضي، كانوا في الحكومات اللي سبق الماضي، يعني كيف تفسر هذا الأمر؟ وزراء شاركوا في الفساد، شاركوا في تكسير البلاد كما قال رئيس الحكومة، ويستعملهم للجزائر الجديدة كما يقول. والله إذا انطلقنا من أن النظام واحد والحكومة واحدة والبرامج واحدة،
فنحن لسنا أمام أي شيء جديد، وبالتالي فكل شيء مستمر. وأما ما يتعلق بلعن حكومة حالية لحكومات سابقة فأعتقد أن هذه سياسة يراد منها العويل داخل البرلمان لكي يتم التصفيق ويتم شيطنة الحكومة السابقة، ويهيئ الأمر على أن هذه الحكومة هي المنقذ لما هو متأزم، وبالتالي فلعن لحكومات سابقة هو تمهيد لفتح آمال زائفة للشعب على أن هذه الحكومة سوف تستدرك وسوف تكون منقذا. وهذا ما نراه وتعلمناه من كل الحكومات السابقة. جيد، معنا كما قلت الآن راجع إلينا أستاذ عزين تومي المحلل السياسي من الجزائر. أولا عزين تومي مرحبا بك. السلام عليكم، أحييك أخ سليم وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي متتبعي قناة المغاربية. أستاذ تومي، أولا حبيت نسمع رأيك فيما يخص عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان شكلا وفحوا، يعني شكلا قدموها أمام هذا البرلمان كما يقول الكثير أنه برلمان العصابة، وفحوا ما قاله رئيس الحكومة من تهم خطيرة للنظام السابق، رغم أنه مازال الآن يستعمل نفس الوزراء اللي كانوا في هذا النظام اللي يقول أنه نظام كارثي، نظام شيطاني، نظام حاول تهديم البلاد. هي مسرحية بأتم معنى الكلمة، ولا عندنا برلمان بالشرعية، ولا عندنا حكومة ذو الشرعية، ولا عندنا حكومة ببرنامج، ولا عندنا رئيس بالشرعية الشعبية. فكل ما يحدث على الساحة السياسية هذه الأيام هي مسرحية تريد من خلالها السلطة إعطاء يعني انطباع أن هناك تغيير وأن هناك عمل. هذه الحكومة لا توجد لديها أي استراتيجية، فهذا البرلمان لا توجد له حتى أي شرعية. فالشعب الجزائري كله يرفض ويعرف كيف، يعني من أين أتوا هؤلاء النواب وكيف انتخبوا وكيف يعني حصلوا على مقاعدهم. وحتى القانون الذي تمشي به هذه المؤسسات هي قانون العصابة، ويعني هو من النية السياسية الذي يؤمن اليوم أن هناك فرق بين زمن بوتفليقة والزمن اللي نحن فيه. فمن النية السياسية الاعتقاد أن هناك تغيير أي على أدنى المستويات، فكل شيء في مكانه. تغيرت بعض الوجوه، حتى الخطابات نفس الخطابات. فيأتي اليوم هذا رئيس الجديد ويقول أن يعني من أدى بالأزمة، يلوم الحكومة السابقة ويقول أن الجزائر في وضعية مالية صعبة. هذا كل الجزائريين يعرفونه، ولكن من أدى بالجزائر إلى هذه الأزمة؟ الذين وضعوك في هذا المنصب والذين يطبلون لك، وتلك القنوات التي تطبل لك هي التي نفسها ونفس هذه الأشخاص ونفس التي أدت بالجزائر إلى هذه الأزمة. فأنت يا أخي يعني كل هذه المنظومة، كل هذه الأشخاص متورطة في أزمة الجزائر، فلا يمكن اليوم أن تكون حل أو تكون حتى جزءا من الحل. لكن السؤال أستاذ تومي، ما تقوله ربما يعرفه 99% من الجزائريين، وحتى النظام على باله، أن حتى الجزائريين على بالهم بهذه القضية. لكن لماذا النظام يواصل في هذا الطريق؟ لماذا لا يحاول سياسة أخرى أو رجال أخرى أو شخصيات أخرى؟ هل هو حقيقة في ورطة ما لقاش بدائل لهذه الوجوه اللي الشعب الجزائري كلها يرفضها، أو لا يبالي حقيقة بما يقول الجزائريون؟ لا، لا يجد ليس لديه الحلول أخرى. فهو يعني أرغم بالذهاب بهذه وبهذا الهزل وبهذا المستوى الهزلي والمستوى الدنيء، يعني في حين ثورة مباركة في مقدرات، في الشباب، في شخصيات ذو مصداقية، ولكن النظام بحيلته
بخدعه وبنفس الوسائل وبنفس الآليات وبنفس حاول ويحاول ما زال يحاول أن يورط معه ناس أكفاء عندهم مصداقية وعندهم النظرة يستطيعون إعطاء يعني وذهاب الجزائر ولكن إلى غد أفضل، ولكن لم يستطع إقناع أي أحد، يعني بقي في رسكلة نفسه بنفس الوجوه بنفس الخطابات. فالنظام الجزائري اليوم في ورطة كبيرة، وما يحدث اليوم في سلك القضاة وما يحدث مع هذه القنوات وما حدث اليوم مع مدير عام قناة لا أسميها وما يحدث في يعني في تصريحات بعض أعضاء هذه الحكومة وتصريحات الرئيس إلى غير ذلك، يوحي بأن هناك انشقاقات كبيرة، بأن هناك لا يوجد هناك يعني نظرة موحدة للذين هم في السلطة اليوم. بدأت التصدعات تظهر يعني، وبدأ الصراع يعود أكثر مما كان بين هذه العصابات وهذه تلك العصبة التي هي في السلطة اليوم، يحاولون لملمة أنفسهم، ولكن يعني هيهات يعني التناقضات والاختلافات واختلاف المصالح يعني بدأت تظهر. وأنا لا أظن أن النظام يعني يجد الحلول المناسبة من أجل الذهاب، وحتى أن هذه السلطة تعرف أن يعني يجب أن تكون هناك تضحيات أخرى وستضحى ببعض الناس، وبدأت اليوم من أجل يعني إعطاء أو محاولة على الأقل الذهاب أبعد من هذه النقطة. وكان كل حسابات النظام كانت على رهانهم على أن الثورة لن تذهب بعيدا جمعة جمعتين أو ثلاث على الأكثر بعد مهزلة 12 ديسمبر، ولكن رأينا في حين أن النظام لم يجد الحلول ولم يجد القوة، في نفس الوقت رأينا كيف الشعب الجزائري وجد يعني القوة اللازمة من أجل إعادة التجنيد ومن أجل الثبات ومن أجل يعني إعادة القوة وإعادة إعطاء يعني دعني أقول لك النطر السفلي، يعني إعطاء نفس جديد أكثر وأكسجين أكثر ونفس أكثر لهذه الثورة. نحن عشية العام الأول، والعام الثاني ماذا سيكون؟ سأعود سوف أعود إلى القضية من فضلك لو تريح معايا. أستاذ فرحتي، ما رأيك في هذا الكلام؟ العدو الأكبر لهذا النظام كما يقول البعض هو نفسه، هو غباؤه، وهي هذه الإجراءات التي تشتم ذكاء الجزائريين، هي اللي تخليه في ورطة واللي تخليه يعني ربما عدو لنفسه ويشكل تهديد لنفسه قبل ما يهدوا الحراك. واش رايك؟ والله كما قلت دائما كما يقال ان الازمه لا يمكن لها ان تلد النتائج وانما الحلول، وانما تزيد من مضاعفه ذاتها، وبالتالي فالنظام هذا متأزم لا يمكن له أن ينتج حلول، ولو استورد حلول راقية جدا وخبراء وأتى بخبراء وأتت له، لكن النظام متأزم لا يمكن أن ينجح أبدا إلا إذا تغير في روحه وفي مضمونه. أذكر مثال في الجامعة المتأزمة وتقنية الحاضنات ومحاولة مهننة الجامعة، وهو نظام ليبرالي، ولكن النظام لم يفهم أن الشعب الجزائري ليس ليبراليا ولا اقتصاده ليبراليا ولا جامعة تستطيع أن تستوعب الأفكار الليبرالية، فكانت نتيجة الحاضنات هذه حبر على ورق، مكاتب فارغة لا تتحرك أبدا، وحتى الوزارة تاع الحاضنات هذه سوف تبقى مكاتب ولا تتحرك أبدا. كذلك مشروع الجودة أيضا بقي مكاتب، لأن النظام الجامعي لم يتغير، النظام السياسي لم يتغير، إجواء الحرية لم تكن موجودة ولن تكون أبدا في ظل هذا النظام المتأزم،
وبالتالي فالنظام النظام الأزمة لا يلد إلا الأزمات، ولا يمكن له أن يعطي حلولا، وهذه رأس مال أيضا للحراك الشعبي. ويتأكد الحراك الشعبي يوما بعد يوم أن التغيير لا يمكن أن يكون جزئيا، ولا بد أن يكون كليا، ولا يمكن لفئة من فئات الشعب أو حزب من أحزاب أو شخص من أشخاص مهما كانت عبقريته أن يغير هذا النظام. النظام يتغير بالطاقة الكلية وبالثورة وعن طريق الشارع، وهذا ما خلص إليه حراك 22 فبراير، وهو مستمر وسيبقى مستمر إلى تغيير النظام وكامل النظام، ويتغذى من هذه الأزمات نتاع النظام. جيد أستاذ العربي فرحات، الأستاذ المحلل السياسي من بيتنا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نوليك أستاذ عزيز تومي، هذا الكلام ربما مهم ويشاطر كثير من الجزائريين. الوقود الكبير لهذا الحراك هو هذا الغباء من الحراك من النظام، وهذا سوء التسيير والردات النظام، هذا كله ربما من مسببات يخلي الحراك يقوى يوما بعد يوم. يعني واش رايك؟ لا، هو يعني قوة الثورة الشعبية هي في طاقاتها وفي وعيها السياسي وفي ثباتها. الشعب الجزائري يعرف جيدا لماذا خرج في 22 فبراير، ويعرف جيدا إلى أين هو متجه، ويعرف يعني مدى أهمية المطالب الشرعية التي هو يطالب بها، ومدى يعني أهمية هذه المطالب على مستقبل الجزائر. فهذه المنظومة يعني فشلت منذ البداية، يعني لم نشاهد يعني حتى منظومة بوتفليقة مع جماعة ولد عباس مع السلال إلى غير ذلك، يعني بلغت لم تكن لديها أي رؤية ولا برنامج ولا، ولكن نحن اليوم في استمرارية تلك المنظومة، يعني في بنفس المستوى بنفس الخطابات الشعبوية وبدون رؤية مستقبلية. فأكيد أن أخطاء، أنا لا أسمي غباء، ولكن أخطاء التي ترتكبها هذه المنظومة أو السلطة، سواء يعني كان ذلك يعني محرجة في ذلك أو يعني إلا يتي أوبليجي دو كوميتر سيرتان زيرور، أو يعني يعني بنقص الإمكانيات ونقص الحلول، إن لم توجد لديه يعني خيارات كثيرة، فخاصة في التوجه إلى بعض الأشخاص. ونشاهد يوما بعد يوم التناقضات، وهذه الأخطاء يعني تلحقهم وتلاحقهم يوما بعد يوم، يعني بوصول أزمة اقتصادية وأزمة مالية. هناك يعني أكاذيب، حتى من كان يظن أن المرحلة هذه مرحلة حكومة بدوي يعني تستمر تقريبا عام، يعني حوالي 8 أشهر، من كان يظن ذلك؟ فكانت تشتغل وكانت توهم الناس أن هناك برنامج وهناك في التشغيل في الاقتصاد إلى غير ذلك، ولكن أم الأزمات ما دامت الأزمة السياسية لم تعالج بالصفة يعني نهائية وبتكريس الديمقراطية ودولة القانون، فسيكون النظام في ورطة كبيرة، وسيكون يواجه فشل بعد فشل، لن يستطيع الذهاب بعيدا أبدا. أنا مواثق أن التغيير سيأتي بإذن الله وسيأتي قريبا، لأن هذه المنظومة لا تستطيع أن يعني أن تبارس أندي فينيمو عيكزيكوتي أن بلون كينومان نول بار، يعني يطبقون في مخطط لن يخرجهم من الأزمة ولن يعطي لهم الفرصة من أجل النجاة بأنفسهم، ففشل على كل الأصعدة. ولكن ربما ستكون التضحية أكثر في بعض في بعض في بعض في بعض على بعض الأشخاص وعلى بعض الأصعدة. وهذه الثورة أنا واثق أن
لديها القوة اللازمة ولديها الوقود اللازم والخزان موجود وكبير جدا، وكل الذين يعني آمنوا أو صدقوا على حسن النية أو غير حسن النية أن هذا النظام سيأتي بجديد وأن هناك يعني صفحة جديدة من في تاريخ الجزائر، ف يعني انتهى الوهم واستيقظوا من هذا الحلم ورأوا الحقيقة أن النظام مازال يخادع، مازال يحاول أن يتحايل مع الشعب الجزائري ويريد حتى التحايل مع التاريخ. نحن نقول لهذه السلطة التاريخ يمشي إلى الأمام، هؤلاء الشباب، هؤلاء الطاقات، الطلاب، الأساتذة، الجامعيين كلهم يطالبون بتغيير منذ عام، فلا محال يعني محال من المستحيل أن تذهب هذه الثورة بدون نتائج يعني لكن أستاذ تومي مما حققنا مستحيل يعني. لكن أستاذ تومي ما زال يؤمن أنه سيستمر يعني هذا مستحيل. لكن أستاذ تومي من جهة أخرى شفنا كان في مطالب من الحراك للمسؤولين والقضاة باش مثلا ياخذ مسؤوليتهم باش ينوضوا ضمائرهم من صحة التعبير. شفنا قضية وكيل الجمهورية المساعد في محكمة سيدي محمد أستاذ محمد بلهادي حول عقابا إلى قمال لأنه رافع لصالح بعض المعتقلين. يعني تكلمنا على قضية النظام كيفاش بصح، ما هي مسؤولية الحراك الآن؟ كيف يمكن الحراك أن يساعد مثل هذه الشخصيات؟ لأن شفنا القضية في عنابة نفس الشيء، القضية اللي طلقت صراح لطابو نفس الشيء وعوقبوا، والحراك يعني ما بيش إذا كفيه طرق مساندة لهؤلاء شخصيات المعاقبة من طرف النظام. وش رأيك؟ لا هو 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 أولا الشعب الجزائري يطالب بتحرير العدالة ليس تحرير الأشخاص، فربما يكون يعني شخص أو شخصين أو ثلاث أو أربعة يعني يجب أن يكونوا قدوة للآخرين لكي تتحرر العدالة من هيمنة الأجهزة الأخرى. هذا هو بيت القصيد، هذا هو الأهم بالنسبة للشعب الجزائري. اليوم قاضي ربما يحكم، ثم أن يعني القضاة وكيل الجمهورية والقاضي شيئين مختلفين، وأنا أظن يعني شخصيا أن هناك صراعات كبيرة اليوم في هذا الجهاز يعني وخاصة جهاز القضاء وأجهزة أخرى، ولكن هناك تصدع كبير، هناك خلل كبير بدأ يظهر على العلن بعد الضغوطات، بعد هناك يعني ضغوطات كبيرة وهناك ممارسة عنف، يعني عنف ليس عنف جسدي ولكن عنف ربما معنوي على بعض القضاة وعلى وكلاء الجمهورية، فبدأت تظهر يعني هذه التشققات وهذه التصدعات. لهذا قلت أخي سليم أن لن يستطيع النظام أن يعني يواصل بهذه السياسة هكذا بهذه الآليات، مستحيل. ستكون هناك تصدعات، ستكون هناك انشقاقات، ستكون هناك يعني النظام في أزمة، ليست إن يبلو دو كونسنسوس، لا يوجد إجماع لا في النظرة لا في العمل شغل، لا بين الحكومة لا بين قيادة الأركان ولا مع الرئاسة ولا مع كل واحد يريد أن 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 أن, أن يعمل شيئا من أجل إنقاذ هذه المنظومة، ولكن هذا التشتت هذا الصراع بين تلك يعني بين تلك هذه الصراعات أكيد ستكون يعني ستكون سلبية وسلبية جدا على هذه المنظومة التي هي أولا يعني من البداية لم تكن لها النية أنها تتعامل بإيجابية مع هذه الثورة. منذ البداية هذه السلطة كانت ترى في هذه الثورة أنها مؤامرة يعني، واستعملت كل ما لديها من قوة من أجل كسر ومن أجل يعني إيقاف هذه الثورة. على الأجدر كان على السلطة أنها تفتح أبوابها وتسلم السلطة للشعب، قدرات فيه، مقدرات فيه، طلبة فيه، يعني لذهاب الجزائر إلى والثقة في الشباب. اليوم عادت يعني للأسف عادت الحرقة، يعني الشباب يتركون الوطن وعاد يعني فقدان الأمل بعدما استرجع الشعب الجزائري زمام الأمور، وتكون هذه الفرصة. لماذا احنا التمسنا خيرا في هذا
60 فبراير لأنها ستكون فرصة للشعب الجزائري أن يسترجع زمام الأمور، أن يسترجع اللحمة ويسترجع اللحمة بيننا ويسترجع الأمل الكبير. وأكيد بدأت الجليد يعود وبدأ الأمل يعود شيئا فشيئا، فيعني أكيد ستكون نتائج. وقلت سليم وأعيد أن أكرر هذه، من المستحيل أن يذهب عام كامل سنة كاملة من الثورة أن تذهب هباء. أنا لا أنا أؤمن أن هذه الثورة بدأت يعني تصبح شيئا من تاريخ الجزائر وتصبح شيئا من سلوكات المجتمع. المجتمع الجزائري اليوم أصبحت مطلب الديمقراطية، مطلب دولة القانون، ومطلب على الأقل مطلب التظاهر يوم الجمعة ويوم الثلاثاء أصبح راسخا وأصبح سلوك معتمد في الشعب الجزائري. جيد أستاذ عزيز تومي المحلل السياسي من الجزائر، شكرا وبارك لك على هذه المشاركة. معنا الآن من الجزائر نشط السياسي أستاذ مهند الحسن كيلان. أستاذ كيلان مرحبا بك. مرحبا وسهلا. أهلا بك. الكثير يتكلم على التصدعات والصراع داخل المنظومة، هل تظن أن اعتقال المسؤول أحد المجمعات الإعلامية في الجزائر الأستاذ أنيس الرحماني أو معاقبة الوكيل الجمهوري هذه وجهة من وجوه الصراعات داخل النظام؟ أنا ماشي ما ناخذش الموضوع من زاوية أنيس الرحماني، لأنه أنيس الرحماني يلقى عليه القبض من زمان، زميله صديقه ومشارك معاه في الجوسس المسرح أمريكا اللي اسمه أرسلان القوى عليه القبض مقبل، وهو مازال راح الإمارات ولوك دخل واستغل شنآن اللي كان بينه وبين تبول وحاول باش يلقى، ولكن ما يهمنيش. أنيس الرحماني مش الموضوع، أنيس الرحماني واحد من المفسدين الفاسدين. اللي يهمني أن النظام كما كان يقول الأخ اللي كان قبل مني، النظام أو في حال ترتيبات. نشوف أنا القضاء، أنا من نهار الأول كي تحرك بالقضاة قلت هذا ما يليقش تكون فيهم ثقة، لأنه أسوأ قطاع وقطاع القضاء. الآن المشكلة الآن حتى رئيس الجمهور المنتخب هذا المشكلة تاعو تحولت إلى إشكال القضاء، القضاء إشكال. يعني لما نشوف أنايا بين الضبطية القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق، يعني ما فهمت والو. لما نشوف الفساد القوانين اللي تغيرت في العشرين سنة اللي فاتت، المفروض الجريمة نتاع الخيانة العظمى تولي جنحة. يعني شيء ما قبلش أنا باش يلقى القبض على الناس اللي شطوا في المسيرات الثورة يلقى عليهم القبض ويدخلوهم في الحبس. لا حتى 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 اللي تاع الأمن، هل الأمن العسكري الحالي قادر على شقة البلاد كما هذه الآن تحتاج إلى جهاز أمن قوي؟ لا، لكن أستاذ كيلان لو نعود إلى قضية القضاة، شفنا عند أمثلة أن لا سكون القضاة فاسدين، لا سكون الجهاز فاسد، في الناس عندهم مواقف جريئة في قراراتهم. شفنا كما قلنا عدة أمثلة في بعض، يعني نعطيك قليل تلك الأمثلة. هذه القضية تاع النابة إطلاق السراح الكثير من المعتقلين الرايات، شفنا قضية قليعة اللي تجرأت إطلاق سراح طابو رغم ربما الفوق ما جمش الحال، دليلنا أنه رجعوها اليوم التالي وهذيك عقبوها. والأخير مثال الأخير هذا وكيل جمهورية على محكمة سيدي محمد اللي رافع علي صالح هؤلاء المتهمين. يعني فيه ناس عندهم مواقف ولازم الحراك يشجعهم. كم شحال يمثلوا هذم بالنسبة للمجموعة لونسومب المجموعة شحال؟ هذا حسبهم بعد الأصابع. أنا تمنيت باش يكون عندنا قضاء اللي في المستوى تاع الطموح تاع الشعب، باش تكون عندنا مؤسسة قضائية، ماشي مؤسسة، سلطة قضائية مستقلة بأتم على الكلمة. كيفاش تكون استقلالية للقضاء وهما بممارسة التعامل هذه؟ ما كاش من تخاف منهم الآن. حتى أستاذ كيلان، أستاذ كيلان بينهم وبين المؤسسة، أستاذ كيلان تكلمنا مع بعض القضاة المختصين الحقوقيين وما قالك يعني لم يرتكب أي خطأ، يعني هو فقط من حقه داخل حقه الدستوري والقانوني باش يرافع بعض الأحيان
لصالح إذا كان شاف الحقيقة وشاف الحق في هذا الجانب رافع عالي صالح هذا هؤلاء السجناء المحبوسين، يعني بأي حق يعاقب بهذا الشكل؟ يعني هذه المشكلة، المشكلة أنا نطرح لك القضية النهار الأول، قلت لكم مجموعة من القضاة باش يمشوا مع الحركة، قلت بمجرد ما غروهم ببعض المغريات المادية التحقوا بالآخرين. فالجهاز هذا باقي جهاز، يعني شي ملوك لا يذكروا بالخير بالخير وطول في عمره، يعني أول من شرح الجهاز هذا تاع القضاء، الجهاز تاع القضاء اللي تكون فيه يعني يعني ثورة بها تم على الكلمة، إذا كان لازم باش نفرغوا كاع من القضاة اللي فاسدين وعددهم كبير ونجيب قضاة جدد يحتكموا ضمائرهم ويحتكموا القانون، ولكن حتى القانون حتى القوانين لازم نعاد فيها النظر، لأنه القوانين اللي رجع لي الجريمة جنحة. أنا نحكم 20 سنة ب 20 سنة سجن على واحد يعني دار جريمة في حق الاقتصاد الوطني في حق الشعب الجزائري، فرغ الخزينة من العملة الصعبة وداها لبلاد الناس، هذا تخريب اقتصادي. كيفاش نحكم عليه ب 20 سنة؟ خلينا هذا الآن، الآن النظام دار عملية التفاف على الثورة الشعبية ومازال يستعمل كل الوسائل باش يرجع الناس في المسيرات للدار، هذه الحقيقة. ما بالنسبة لهم هما لأنه المستوى تاع التفكير مستوى متخلف جدا جدا جدا، حبوا يكونوا هما النسخة تاع بومدين، لا بومدين مستوى آخر، بومدين لما دار انقلاب 19 جوان استعان بكبار القادة تاع الثورة 42 عضو مجلس الثورة على راسهم محمد الحاج قائد الولاية الثالثة التاريخية اللي خلط عميروش بشير بومعزة، يعني كل هذوك الصناديد كانوا أعضاء في مجلس الثورة في البداية، بينما هذو بمن يستعينوا؟ يعني النظام اللي يقول لك الحراك المبارك والحراك نعمة وفي نفس الوقت يستعين بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة اللي كل الناس تعرف بالإليق يتسلحوا ويروحوا لديارهم وينحيوا لهم اللي صالح ردانهم الكل صح مع الحراك ومع الثورة الشعبية ومع الشعب. أولا الاستعانة بهذم لا أحزاب سياسية بالموالاة بالمعارضة ولا مجتمع مدني اسمه مجتمع مدني، مجتمع مدني كله تابع الوزارة الداخلية ياخذوا مصاريفهم ثم جيد. أستاذ كيلان من فضلك سوف أعود إلى القضية ريح مايا. معنا الآن أمين بوسعدة الناشطة الميدانية سيدة نبيلة بازا. سيدة نبيلة مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا استاذ. اهلا بك وتحيه لكل المستمعين على قناه المغاربيه. مرحبا سيدتي نبيلة، حبيت اسمع رايك اولا فيما يخص قضيه نور الهدى عقادي، ومش فقط هي، الكثير من النشطاء متهمون بتهم غريبه كما يقول الكثير من النشطاء، منها المساس بمعنويات الجيش. نور الهدى هي طالبه عندها منشورات في الفيسبوك، كيف يعقل يعني طالبة أن تمس بمعنويات جيش مثل الجيش الجزائري، يعني كما يقولون هو قوة إقليمية، يعني ألا تظن أنها ربما هذه التهم هي اللي تمس بمعنويات النظام بمعنويات الجيش أو ينقص من قيمة الجيش بمثل هذه التهم؟ واش رأيك؟ والله يا أستاذ شو نقول لك، أنا إن كان هناك واحد يمس بمعنويات الجيش هو العصابة حذتها، لا هي نور الهدى عقادي ولا كريم طابو ولا غيرهم من السجناء الرأي. بالعكس، إن كان هناك وإن كان هناك شخص يرفع معنويات الجيش فهم هؤلاء نور الهدى عقادي، كريم طابو، فوضي بومالا وغيرهم من السجناء، وإبراهيم العلامي وغيرهم، هم العصابة، هم اللي رام يطيحوا في معنويات الجيش وليس العكس. هذا فقط تمويه فقط. في نفس الوقت أستاذة كنت كلمة قضية العدالة والقضاة والقاضي، هي قضية وكيل الجمهورية المساعد أستاذ محمد بالهادي في من محكمة سيدي محمد عوقب كما يقول الكثيرون بتحويله إلى مدينة قمار، واش رايك في هذه العقوبة؟ والله هذه مهزلة هذه. شوف يا أخي، احنا كان واحد المقولة تقول الشعب في ثورة وهم في فورة، إذن
تحويل هذا الأستاذ، احنا نحيوه من هنا من هذا المنبر، نحيوه على الوقفة الشجعة هذه، لكن من جهة أخرى نكون حذرين، فلو ربما كان لعبة من ألعاب الإصابة. أنا شخصيا كيف يعني؟ لا أكذب، كيف هي ما لا أكذب ربما حطوه يعني يستعملوه كما نقولوا احنا باللغة الفرنسية كابيون، يعني لاستعطاف لاستعطاف الحرك، وثم به يخترق الحرك، يعني كل شيء وارد. يعني نحن لا نخون ولا نكذب، لا نصدق أي أحد ولا نخون أي أحد، يعني نمشي بحذر، يعني هذا ما علمنا الحرك إياه. بالنسبة لقضية العدالة، يعني هذا التصرف كشف أنه العدالة ليست مستقلة كما صرح بذلك وزيرهم جراد على منبر البرلمان تاعهم. قال الجمهورية الجديدة، وأنا لا أعرف من أين جاب كلمة الجديدة هذه، كي نقول جمهورية جديدة يعني دستور جديد. إذن الدستور نفسه وهو باقي هو هو، يعني كيفاش يقول جمهورية جديدة؟ هذه واحدة. قال الجمهورية الجديدة ستكرس الديمقراطية المبنية على الشفافية والرقابة، يعني نفس الكلام اللي كان يقوله يحيى من قبل ولا اللي قبله ولا اللي بعده، كلام يتكرر في نفس الوقت. احنا نعرف العدالة اللي قال عليها مبعوث كسرى يوم زار سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، قال حكمت عدلت فأمنت فنمت يا عمر. نهار اللي يخرجوا للشارع، ونهار اللي تحتكوا مع الشعب، ونهار اللي يتفاوضوا مع الشعب، هذاك صح نقولوا عليهم صح راهم ممثلين الشعب، لكن باقيين هم في بعض، يعني زيتهم في دقيقهم. يعني هنا أثبتوا أنهم فعلا فاشلين، فعلا فعلا فاشلين. لكن أستاذ نبيل، يعني البعض يقول لماذا هذه الرداءة الآن؟ كان عندهم فرص كثيرة باش على الأقل يخلقوا هذا الثقة بين المحاكم والمحكوم، لماذا ما زالوا يصرون على هذا المنهاج، استعمال وجوه قديمة، استعمال سياسات قديمة يرفضها الشعب الجزائري؟ هل كما يقول البعض حقيقة ترون في ورطة ما لقوش حل آخر، أو كما يقول البعض آخر هم ثاني ما يهمهمش، لا يبالون بهذا الحراك وهم مستمرون بدون ما يعطوا أي قيمة لهذا الحراك؟ وش رأيك في هذا الجدل؟ والله أنا نشوف أنه هذا مستواهم، كما يقولون الناس العاميين، هذا وش حلبت، ما عندهمش وش يمدوا، لأنه تبون هذا يتقدم وترشح في الرئاسيات المزعومة تاعهم، هذه ما قدمش برنامج استراتيجي نقضوا، يعني منه نستشف أنه عنده خطط بعيدة الأمد، ما كانش. جاهك قال رشحوني وانتخبوني ومن بعد غادي نشوف واش ندير لكم، هذا كلام رئيس مرشح، يعني ما عندهمش، ما كانش، وفاقد الشيء لا يعطيه. كلام رئيس الحكومه اللي وجهه للبرلمانيين باش نرجع له، قال لقد عرفت بلادنا في السنوات الاخيره تسييرا كارثيا للدوله وممارسات تسلطيه الى اخره، راكم عرفتوه قبل قليل في الشاشه. يعني هذا الكلام في الحقيقه ليس موجه للبرلمانيين، لأنه هو متأكد أن البرلمانيين مش راح يعارضوا في الكلام هذا، راح يوافقوا، لأنه البرلمان تعتعد بوتفليقة. هذا الكلام موجه لكي يدغدغ به الحراك، حتى يستعطف الحراك، يعني أرضوا عليا، شوفوا أني غاني وش ندير، هاني وش قلت على السابق اللي كنتوا تكرهوه اللي هو بدوي، هاني وش قلت عليه أرضوا عليا. هذا هو فقط. كان المفروض يستعمل وجوه آخر، أو يستعمل وجوه تاع بدوي اللي كانوا عند بدوي اللي كانوا عند بوتفليقة، ومن بعد يقول لك بوتفليقة ماشي مليح ولا بدوي ماشي مليح. لماذا يستعمل نفس الأشخاص إذن؟ لماذا يستعمل نفس الوجوه اللي كانوا في عهد هؤلاء يستعملهم، ومن بعد يقول لك هؤلاء كانوا كارثة، كانوا أشرار، وكانوا حبوا يهدموا البلاد؟ كيف تفسرين هذه القضية؟ يعني ما عندهمش، وهذه وحده، ومش مستعدين يتخلاوا على هذا البقره الحلوب اللي راهم ماسكين فيها من 62. يعني ما همش مستعدين، ما عندهم ولا نيتهم انكشفت. يعني الحراك هذه من بركات الحراك انه في كل مره، في كل مرحله يتقدم الحراك يسقط قناع من الاغنياء، او يسقط مؤامره، او يبين نيه من نوايا هذه العصابه اللي راهي
حاكمه على مهم هذه النقطه. هذه نقطه مهمه استاذ كيلان، واش رايك يعني النظام الان مفلس باتم معنى الكلمه، ما لقاش وجوه اخرى، فقط هاي الوجوه البائسه اللي عرفت انها كانت مع في واحد البوتفليقه واحد بدوي الان تستعمل، ورغم انهم يتهمون العصابه السابقه كانوا يعني يقولوا هما اللي يحبوا يهدموا البلاد. هل حقيقه النظام، وانت تعرف النظام جيدا، هل حقيقه هو مفلس ما لقاش يعني بدائل لهؤلاء الوجوه اللي عم يستعملوهم الان؟ واش اللي غير؟ هذا النظام تطور من ناحيه الاجيال، من ناحيه الاعمار. نقولوا قبل فيفري كان الجيل تاع ما سمى قبل الاستقلال، ولكن الان داخل المؤسسه العسكريه نفسها، داخل المؤسسه العسكريه الان اغلبيه يعني القاده الالويه والعمداء اغلبيتهم من جيل الاستقلال. المفروض يعني ينظروا بنفس النظره اللي ينظروا لها اخوانهم من المدنيين، من الجامعيين، من الاكاديميين، من يعني يكون تفكير من مستوى عالي. ولكن شوف فيهم راحوا للفتره تاع فينشتين، فكره التفكير تاع فينشتين. يعني لما نشوف الان ويزا حنون، انت غير التهمه ولا التهمه عدم التبرير. الويزا حنون قعدت في الحبس مده تاع 9 شهور وفي الاخر تخرج. يعني يا ريت لو كان داروا لها حكم البراءه، لو كان القضاة يحكموا بضمائرهم تاع الصح يحكموا بالويزا حنون براءه. الويزا حنون واش الحكايه؟ هي طلبت من توفيق انه ما ولا من سعيد اللي ما يغامروش بالعهده الخامسه. ما قبلش العهده الخامسه. واللي قبلوا العهده الخامسه بما فيهم داد صالح اللي سعى على العهده الخامسه ولا بطل وتبون مع العهده الخامسه. كل هذا اللي تشوف فيهم، انا لما يقول لك جراد على انه زاد في عام 54 من جيل الاستقلال دار دكتوراه في العلوم السياسيه، ما يقدرش على رئاسه الحكومه يواجه التحديات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه الجايه. حتى استاذ كيلان، استاذ كيلان على ذكرها الى قضيه لويزا حنون وهذا الاجتماع اللي خلق الجدل الكبير بين لويزا حنون والعصابة بين قوسين كما يقول النظام، طرطاق توفيق وسعد بوتفليقة، في ذلك الوقت كانوا قالوا أن كان اجتماع بحضور أحد مسؤولي إحدى البلدان الأوروبية. يعني لماذا حسب رأيك الآن يتهم هؤلاء الثلاثة ولم يذكر هذا الشخص؟ يعني اسمع، ما كانش من يكذبوا اللي ما تلاح مو بصح كذب. ما كانش واحد فيهم مسؤول فرنسي. والنيه نتاع توفيق هي هذيك، هي توفيق اقترح على زروال، وزروال مجاهد وكان رئيس الجمهوريه ما كملش العهده تاعو، يعني نوع من الترقيع للحل. استقال يقدر يتراجع على استقالته، يدي مده 3 سنوات فتره انتقاليه ويحضر روحو النظام كذا، وما قبلش زروال مش. ولكن المؤامره اللي سموها مؤامره ماهيش مؤامره، حبوا ينقذوا الجزائر. انا ما ندافعش عليهم، لو يحاكموهم انا شخصيا، لو يحاكموا هذوك على الجرائم الاقتصاديه والجرائم تاع تدخلات تاعهم وكذا معليش، بس خدام المؤامره ضد الجيش وضد السلطه هذه مازاله. هذا الدليل بالمستوى، مستوى هابط. استاذ كنا نروحوا لمسألة أخرى كما يقول الكثيرون، قضية هذه التهم المساس بمعنويات الجيش. الكثير من الطلبة حتى طلبة بمنشور يمس بمعنويات الجيش، أنت تقول أن ربما الحال الجيش الآن يختلف عن الجيش الثورة، يعني كيف تفسر؟ المشكلة لا أحبوا يرجعوا هذا الجيش، يعني شنو؟ إلا كل واحد يتكلم تمس معنويات الجيش، ما عندناش رجال تما، رجال ما تنقصوش من المستوى. على الاقل قادروا الشقاقات تاعهم والتعب تاعهم الموجودين في حراسه الحدود. كي نقول لهم اسمع معنويات الجيش، وهذا الجيش هذا ام عاوله، لا ما يتمش معنويات الجيش ما تمش. تو حبوا برك يقعد النظام كما هو، كما راه نظام يدي 25% من الدخل الوطني ما يتحاسبش، ماشي كما كل القطاعات الاخرى
يعني كل واحد يدي ميزانيه تاعو سنويه وكي تخلص السنه يرجع الباقي للخزينه. معليش هذا جيشنا نعتزوا به ونفتخروا به، معليش ماذا بينا يتسلح سلاح قوي ويكون يعيش مليح، ولكن الفساد فيه لازم يتلحى. لكن استاذ كلال، كيف تفسر هذا السكوت؟ يعني على بان الكثير الجزائريين كلهم يعلمون ان الحاكم الحقيقي هو المؤسسه العسكريه، لكن كيف تسمع بهذا مثل هذه التهم للتسوء حقيقه تسيء بسمعه الجيش؟ يعني كيف طالبه يمكن ان تمس بمعنويات الجيش، وكيف يسمح بمثل هذه التهم؟ يعني اذا كان في حقيقه الجيش هو الحاكم. الفكره في ذاك الوقت معنويات الجيش ماشي معنويات الجيش كمؤسسه، معنويات القائد فقط. هذا ما كان، ما استغبيوناش، احنا ماناش اغبياء. قايد صالح بينه وبين سعيد شنهان، سعيد حب ينحي قايد صالح، وقايد صالح قال يتغذى بك قبل ما تعشى بيا. كل راما قوي قاع يعني. كل ما في الامر هو كانوا يحضروا الجماعه تاع التوفيق والحراك باش يطلعوا الجنرال هذاك غديري، والشعب تهجم على الساحات خسرهم لا ملاقوا روحو قايد صالح يتبع الحراك في البدايه باش يقبض بالماده 7 و8، في الاخر دار على الحراك ولا مشى في الطريق الاخرى. هذا ما كان، خدعوا الشعب. هذا ما كان. استاذ نبيل عباس، واش رايك في هذا التحليل؟ يعني حقيقه البعض يقول ان المؤسسه العسكريه في البدايه استغلت هذا الحراك للقضاء على جناح اخر لما قضت عليه، الان تستمر في الحكم ماشي مقلقه وراهي دير المشروع تاعها بدون تقلق وتخلي الحراك يمشي كل جمعه، وهذا ربما لا يزعجها. واش رايك؟ والله كلام الاستاذ اللي قبلي يعني هذاك هو بالضبط، انا اوافقه الراي تماما. بالنسبه انه قضيه انه المؤسسه العسكريه تخلي الحراك يمشي كما يقولوا مرافقه الحراك، هذا الفكرة أنا ما نأمنش بها. لأنه الحراك فرض نفسه أول شيء راهو سلمي، يعني معناتها المؤسسة العسكرية ما عندها حق أنها تتدخل في هذا الحراك. لا من قريب ولا من بعيد. المؤسسة العسكرية عندها مهامها الدستورية المجسدة في المادة 28 من الدستور فقط. ما عندها حتى حق أنها تتدخل في ما يجري في الساحة السياسية. بالتالي الامر او كونها دخلت في هذا الامر، وكما عرفنا انه السيد اللي هو شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب ما عرفنا عينه وسيني وجرات عينه شنقريحه، معناتها كي نشوفوا هذين الاسمين واسيني وشنقريحة ما نفهموا أنه في صراع أجنحة. حتى أنه سمعنا أنه خطف عندما عرض السيد رئيس الحكومة المخطط تاعو على البرلمان، حدث هناك ملاسنة بين الشخصين بين جراد وبين شنين، لأن كل واحد يجبد الجناح تاعو، وهذا يبين ضعف هذه المؤسسة. ولم يقولوا أستاذ نبيل أن ربما الحراك حتى هو يحتاج إلى ديناميكية جديدة، لان ربما يحاول يفرض لا لوجيك تاعو كما يقولوا، لكن غير كافي كما يقول البعض على كل حال، وان الحراك لازم الان يصعد شويه ولا يزيد شويه من الوتيره حتى ياثر اكثر على النظام. واش رايك؟ اكيد اكيد، وهذا واش بدينا احنا نفكروا فيه يعني كناشطين ميدانيين. يعني بدات الناشطين بداوا يفكروا في خلق استراتيجيات جديدة كما قلت في الحصة الماضية لتصعيد بالحراك ولا لحماية الحراك، لأنه الحراك الآن راه مستهدف بقوة أكثر من وقت المطار، خاصة أنه ما عارفين راح يقفل العام الأول، وأنه الشعب كله راح يصعد للعاصمة ويحيي هذا الذكرى تاع منقوش احتفال، يحيي ذكرى تاع السنة الأولى تاع الحراك. فبالتالي راح ننتظر في الأيام المقبلة هذه مناورات من طرف الإصابة بكل الأنواع. على بها قلت قبل تكلمت على وكيل الجمهورية هذا اللي نقلوه القمار، يعني من كذب الأمر يعني من خون الشخص من أمله قد تكون مناورة. فبالتالي نكون حذرين جدا، وإحنا الآن أصبحنا نعرف بعضنا، كوننا نوع من شبكة هك كي نحمي الحراك
وانا نطور في الاستراتيجيات لكي نتقدم اكثر في التصعيد باش نضغطوا اكثر على هذا العصابه باذن الله. باذن الله ما يدخلش العام باذن الله نطيحهم. لكن استاذ نبيل لو تصور يعني اشكال التصعيد كيف تتصورين يعني كيفاش يكون التصعيد ايام اخرى اضرابات مع بليش كيف انت في راسك يعني كيف تشوفي كيفاش لازم يكون التصعيد هذا في الايام والاسابيع والاشهر الجايه؟ شوف انا نتكلم لك استاذ انا نتكلم لك على منطقتي، منطقتي هنا شويه الامور شويه صعبه يعني حاولنا لدينا فكره انه عدم دفع الفواتير الكهربائيه تاع الكهرباء وتاع الغاز وتاع الماء والزينيات تاع السيارات هذه نادينا بها انا نحاولوا ننادوا بها لكن نوعا ما يعني في تردد من الناس يعني هذا هو استاذ نبيل الكثير النشطاء يقول لازم لما يكون تصعيد لازم يكون تصعيد مدروس ولازم يكون تدريس التصعيد على جميع التراب الوطني ليس في منطقه على حساب منطقه اخرى. أيوة. هذا وربما هل الحراك مستعد لمثل هذا التصعيد يعني على 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 على, 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 على التراب الوطني كله؟ هل تظنين ان الحراك مستعد؟ هذا انا نشوف انه مازال ما وصلناش انه نقضوا مثلا نعلن فكره ومباشره تؤمم على التراب الوطني، مازال هذه المرحله ربما في بدايه العام الثاني من الحراك راح توجد. وهذا لازم وهل تظن هذا لازم لها تأطير لازم لها لجنه متابعه ولا كيف فقط في الفيسبوك ووصلوا الكلام ولا كيف؟ كيفاش عاودي سؤال ما سمعتكش؟ هل تظنين ان في باش يكون تصعيد مثل ما تقولين لازم له تأطير بشكل ما او لجان متابعه او لجان تنسيق بين الجهات او فعلا لازم الان الحراكيين لازم ينسقوا بين بعض في جميع الولايات على مستوى 48 ولايه يعني هذه الرؤيه اللي رانا نشوفوا فيها الان يلتقوا وينسقوا فيما بعض يوحدوا الرؤى باش يمشوا في نقطه تصعيد موحده على مستوى جميع الولايات ويحاولوا يجيوا حملات توعويه للناس مثلا مازالهم مترددين مازالهم خايفين مازال عندهم هذا النوع من الريبه من الحراك. خلينا نوصلوا الفكره للاستاذ محمد حسن كيلال. واش رايك سي كيلال محاوله تصعيد محاوله تاطير تشكيل لجان متابعه لجان تنسيق حتى يكون هذا الحراك اقوى ويكون فيه تصعيد منسق، هل تظن ان الان في الجزائر يمكن الذهاب في هذا الاطار والذهاب نحو هذا الاتجاه؟ انا من النهار الاول كنت اقترحت على الاخوان اللي ينشطوا في الحراك انه يخصوا الجمعه واحده. كاين 541 دائره على مستوى التراب الوطني، كل دائره تختار بالطريقه اللي تحب بالتزكيه ولا بالانتخاب الممثلين تاعها على حسب عدد سكانها من سنين الى خمسه. هذو 541 دائره يشكلوا ندوة وطنية ومؤتمر وطني يلتقي في العاصمة هذا المؤتمر الوطني ويشكل القيادة أو اللجنة التنفيذية العليا اللي تقدر تأثر وتتكلم باسم الحراك. خاطرش الآن تسألكم شفت العملية يبعثوا للجماعة اللي يشوفوه يظهر يروحوا يديوه، ولكن لما تشكل قيادة وتكون قيادة ما يكونش عند النظام حجه انه ما كانش معاه من يتحدث. الاولين اللي ظهروا طابوا بملا. حبسوهم الحبس خلاص. هذو بملا وطابوا هذو رموز تاع الحراك. لكن استاذ كيلان الجهه الاخرى حتى الحراك الكثير من النشطاء يرفضون هذه الفكره، يرفضون التاطير، يرفضون الممثلين وقال لك خليها هك. شوف اللي يرفض التأطير معناه أو يخدم مع الجهة الأخرى. كيما خلاو واحد كيما بن قرينة يقول لك أنا شاركت في الحراك، كيما خلاو اللي اخترقوا من الأحزاب السياسية والجمعيات و و و و كاين كيما الداخل مازال أكلك. بينما كيما نقول 541 دائرة خاطرش هذه تمثيل كل التراب الوطني، خاطرش جهة من التراب الوطني ما نسميهاش فيها حراك قوي جهه ترشح التبون بقوه. فهموا مليح. اي على يليق
541 دائره، ما نقولش الولايات، كل الدوائر التراب الوطني تشارك. ولما تكون عندنا هيئه عليا اللي تاثر الحراك وتحرك الحراك، ديك الساعه نقدروا نساعدوا بالاشكال اللي نشوفوها مناسبه، مع التاكيد على التمسك بالسلميه، لان السلميه هو السلاح تاع الشعب الجزائري ضد القوه تاع الاستبداد. لا، لكن استاذ كيلان اللي ينتقدوا هذه الفكره يقول ان ربما اذا ذهبنا نحو تاثير ومحاوله ممثلين سوف يبان الخلافات. يعني الان الحراك الحمد لله سنه كامله كما يقولون، وخلوا الخلافات الى الجنب، ماشيين في الشوارع، اسلامي علماني وطني، كلهم ماشيين بصوت واحد بشعار واحد. لكن كي نلحقوا لقضية الممثلين وقضية التأطير ربما يبان الخلافات، هذا هو اللي يخوف بعض النشطاء. لا، يليق الحركة هذا ما نوليوش كما يقولوا معنويات الجيش معنويات الحركة. صح. يا الحركة هذا ناضج في مستوى المسؤوليات تاع الجزائر. جزائر مليون ونص تاع الشهداء، جزائر بن مهيدي وديدوش وبن بولعيد وعميروش، يكونوا هكذا. ما كاينش فيها، خلي كما كنا بدينا في نوفمبر 54، تدخل معايا خلي الايديولوجيا تاعك باللور، وخلي البرنوش تاعك باللور، وخلي القبعه تاعك باللور. كي نخرجوا الجزائر من هذا المأزق، من عنق الزجاجه، ونروحوا للديمقراطيه الاجتماعيه اللي جاب في بيان النظام، ديك الساعه نرجعوا نتكلموا في الديمقراطيه. اما الان لازم الحراك يوصل للمستوى تاع المسؤوليه فيه باش ياثر نفسه. جيد استاذ، هذا خلينا نوصلوا لاستاذه نبيله بازل الناشطه. استاذه، هل تظنين ان الحراك، رغم ان الكثير يشيد بهذا الحراك يقول انه واعي وانه يعني منذ البدايه وهو يبرهن انه واعي بما هو الكفايه، لكن هل حسب تجربتك هل تظنين ان الحراك الان مستعد لهذا التأطير، مستعد لهذا الممثلين صح التعبير، كل ربما اسم اخر، لكن على شكل عام هو ممثلين او تأطير بشكل ما، هل الحراك مستعد لهذه القضيه؟ انا لا اظن، انا متاكده انه مستعد، ماشي ظن. هذه واحده. اثنين، لازم نفرقوا بين كلمه تأطير وبين التمثيل. الامر اللي يرفضه الان الحراكيون على الميدان هو قضيه التمثيل، لانه مستحيل نطلعوا ممثلين كما قال الاستاذ قبلي ربي يجازيه، انه الحراك هذا هو قوه شعبيه فيها عده تيارات، ما نقدروش نختاروا واحد تيار على 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 تيار اخر. فبالتالي الهيكله هي الان الوارده، الهيكله راح تمثل نوع من الحمايه. حمايه ماذا؟ حمايه الحراك من الاختراق. وانا كنت في يوم من الايام، باش نعطيك فكره، في الاسابيع الاولى تاع الحراك هنا في منطقتنا، كنت اقترحت على المجموعه اللي معنا انه نديروا شيء يسمى مجلس المدينه. وش معناتها مجلس المدينه؟ هي المدينه مكونه من مجموعه احياء، صح؟ اذا كل حي يشوفوا او يدكوا شخص يدخل في هذا المجلس المدينه، ويحاولوا يناقشوا المشاكل اللي تعاني منها المدينه تاعهم. بعد من خلال المواجهه تاعهم راح يطلعوا واحد من مجلس المدينه يروح يطلع الى على مستوى الولايه. يكون هناك مجلس الولايه، يبداوا يطلعوا تصاعديين حتى نلحقوا الى مجلس وطني وكانه برلمان. يعني هذا الشعب هو اللي يقوم بهذا الامر. يعني من خلال استاذ سيده نبيله، نعطيك مثال، يعني الان مثال بسيط في منطقتنا، منطقه القبائل، كان عندنا تجربة في هذا الأمر، التأطير وممثلين، كان عندنا مجموعة اسمها العروش كانت تمثل هذا الحراك في 2001، وشفنا يعني في البداية كانت تمثل جميع المنطقة، لكن النظام نجح في اختراق هذه المجموعة وهذه الممثلين، وشفنا النتيجة. هذا اللي خلى الكثير الآن يخاف من هذه القضية، تأطير لجان سوف يسمح للنظام في استهداف هؤلاء باش يكسروا الحراك. هل هذا فيه تخوف من الجهه هذه من طرف الحركيين، او انت ياكي مطمئنه في الجانب؟ شوف، هو ما لازمش نبقاو هكا يعني واقفين في النص وخايفين، لازم نمشوا للامام.
يعني تكون عندنا نوع من الثقة في أنفسنا. يعني عام من الحراك خلنا الآن نكون قاعدة توعوية ونعرف بعض، نعرف الناس فعلا الصادقين من غيرهم. يعني بالتالي الحراك الآن أو هذا اللجان اللي راح نديروها مستحيل تخترق، لأن راح نبنيها على قاعدة صحيحة جدا. وكما قلت لي على حكاية، أعطيتني مثال على منطقة القبائل والعروش اللي كانوا يديروها، العروش احتمال كان ناس خدمت بهم الإصابة، كما كان الكاديات كما يسموهم، ممكن استغلوهم وحطموا بهم هذه الظاهرة هذه أو هذه الهيئات هذه اللي كانت قائمة في القرى والمداشرة القبائل، ممكن إيه. لكن الآن الأمر يختلف، يعني أصبح الحركة عنده نوع من الحساسية، يعني يقرب له الخطر يحس به أوكي. ويأخذ احتياطاته. جيد أستاذ نبيلة بازا ناشط الميدان من بوسعادة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. إذن أحبائي روحوا إلى فصل قصير ونعود لمواصلة النقاش. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا إلى هذا الجزء الثاني والأخير من حصة اليوم لمواصلة نقاش حول أهم أحداث اليوم. معنا التحق بنا إن صح التعبير الأستاذ الشيخ الحسن ناشط سياسي من الجزائر. سي الشيخ السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي سليم. أهلا بك أستاذ. أولا خلينا نوليو إلى قضية الحراك الطلابي، ربما تكلمناش بزاف عليه اليوم. الكثير شاف فيها يعني بذرة خير الطلاب منذ البداية وهم ما زال مصرين على ثلاثاء، رغم كل شيء فيه ربما فئات ربما كانوا في الحراك في أيام أخرى، لكن هما كلهم فشلوا أو حبسوا أو لأسباب ما، لكن الطلبة ما زال هم مصرون على هذا الثلاثاء، والكثير يقول هذا دليل على نضجهم على وعيهم وسندهم الكبير لهذا الحراك. وش رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية إليك أخي سليم، إلى الضيوف الكرام وإلى مشاهدي قناة المغاربية. نعم، الطلبة هم وقود الحراك، منذ أن دخل الطلبة على خط الحراك وأنا متفائل جدا بأنه مهما طالت الأيام ومهما طالت الأشهر وحتى السنوات فإن الحراك سيكون مآله النجاح بإذن الله، لأنه لا يمكن أبدا أن تعتمد في مثل هذه يعني الحركات وفي مثل هذه الثورات إلا على الطبقة المتعلمة والطبقة الواعية. يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذا تقدمت النخبة وإذا كانت هي في الصفوف الأولى فبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون النصر حديث هذه الثورة. لذلك الذي نقوله لهؤلاء يعني الطلبة، أنتم أمل هذا الحراك وأنتم أمل هذه الثورة السلمية في الجزائر، فعليكم أن تتحدوا وأن تنسقوا فيما بينكم وأن تكون لكم يعني الرؤية المستقبلية والاستشراف والتحليل الواقعي والمنطقي للأمور، وتذهبوا لأجل قيادة أنتم الذين تقودون سفينة هذا الحراك. وهل تظن أستاذ الشيخ حسن، تظن أن هذا المشاركة القوية للطلبة اللي خلت يعني الحراك يتصدى لجميع المناورات، وأنه حتى الآن نجح في إفشالها تلك المناورات وكيف ونجح في الرد على تلك المناورات؟ ليس الطلبة وحدهم أكيد، لهم الفضل الكبير يعني صح، ليس هم وحدهم، ولكن هم النواة الصلبة، هم النواة الصلبة في هذا الحراك. لذلك يعني حتى يعني الطبقات الأخرى من الشعب التي ساهمت والتي كان لها دور كبير
عندما ترى الطلبة مصرين على مطلبهم فإنهم يعني يتشجعون، لأنه لا يوجد أي بيت مثلا في الجزائر لا يوجد فيه طالب جامعي، لذلك كانت لهم يعني الطاقة التي تساهم في إعطاء القوة لهذا الحراك. جيد أستاذ كلالة، معلش حبيت نسمع لك فيما يخص هذه القضية تاع الحراك الطلابي. الكثير يشيد بموقف الطلبة الإيجابي والجرعة ليزيدوا في الحراك، خاصة مع محاولة النظام منذ البداية وهو يحاول كسر هذا الحراك، يحاول اختراق هذا الحراك، لكن الكثير يقول المشاركة القوية تاع الطلبة أصبحت الحاجز بين الفضل الكبير على كل حال لإسقاط مثل هذه المناورات، واش رأيك؟ هذا أكيد، أنا متفائل كل التفاؤل كل ما نشوف هؤلاء الشباب، هذو هما القادة الحقيقيين. صورتنا في دلعة في عام 54 لما جاء البلاء تاع جبهة التحرير الوطني في 1956 والتحقوا الطلبة رغم اللي كان المستوى متواضع أغلبهم ثانويين، ولكن بمجرد ما التحقوا العدد كبير من هذوك الشباب المثقف الواعي خذت حورة زخم آخر. الآن يعني حظ الجزائر بعد يعني كنت قطعت الياس كما يقول، كنت فقدت الأمل قبل ما يكون في فبراير العام اللي فات، ولكن لما شفت هؤلاء الشباب تخرجوا بهذه الأفكار بهذه الشعارات بهذا التحدي بهذا التصميم وبهذا العزم، أنا واثق أن الجزائر على موعد مع التاريخ، لأن هذه هبة شعبية تقدروا تتجاوزوا بها المحل اللي جاية. ما ننساوش بلي في القادم من الأيام راح تكون ظروفنا الاقتصادية صعبة بزاف. إذا كان المجتمع كامل، أنا اللي غير يعني الإخوان في القيادة العسكرية إلى راحت لهم هذه الفترة هذه، إلى راحت لهم هذه الهبة الشعبية، النظام قتلوه هما بيديهم، هما بالذات هما يكسروا الواحد، لأنه الجزائر محتاجة إلى هذه الهبة، إلى هذا التجنيد الواسع، على الأقل نتفاداو الاحتجاجات على الظروف على المشاكل المادية والاجتماعية وغيرها، لأنه ما تقدرش الدولة بوسائلها المالية اللي كاينة واللي جاية باش تحل كل مشاكل المجتمع الجزائري مع مراعاة الزيادة الديموغرافية وطموحات كبيرة للناس، وكل الناس تحب تشكل، كل الناس تحب تخدم، كل الناس باش تخدمها باش ما كاش. إذا هذه الهبة الشعبية توظف في مصلحة الجزائر باش تجوز في المرحلة القادمة ونوليو تكون عندنا مكانة تحت الشمس. كما شفت بون يقول في مؤتمر الاتحاد الافريقي يقول احنا نتكلم باسم البعد الافريقي، باش حتى الان ما عندنا غير المؤسسة العسكرية اللي رانا نتحداو بها، والباقي البترول اللي كنتو تراهنوا عليه ما كاش، الدراهم اللي دخلوا في 10 سنين بخروا راحوا للبنوك الأجنبية، باش كل شيء يرجع للاقتصاد، كل شيء يرجع للوسائل الاقتصادية. جيد ريح ما يستدك إلى الأشياء الحسن وشايك، ربما مسألة أخرى حساسة جدا خاصة في صفوف الحراك هي قضية التمثيل. الكثير يقول أن الحراك الآن ما هوش مستعد، ما يحبش ممثلين أو ناطقين رسميين، لكن البعض آخر يقول أقل فيه لازم تأطير أو لجان للتصعيد على الأقل الذهاب في هذا الاتجاه، وش رأيك في هذا الكلام؟ يعني قضية التصعيد قضية التأطير. أخي سليم، التمثيل شيء والتنسيق والتأطير شيء آخر. ممتاز، نحن نتفق معهم عندما يقولون أن التمثيل في هذه المرحلة ممكن يكون أثره سلبي على هذا الحراك، لكن التنسيق والتأثير ضروري جدا، لأنه لا يمكن أبدا أن طورة مثل هذه الطورة ومثل هذه الهبة أن تسير هكذا فبهللا
بغير يعني بغير منهجية، بغير استشراف، بغير نظرة إلى المستقبل. نحن عندما نقول لهم تجاوزوا مسألة التمثيل، لكن التنسيق والتقطيع والتفكير ودراسة الخطوات التي يجب أن يقوموا بها في المستقبل وأن يتجنبوا أي خطوة قد تفشل، لأنه في 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 عالم السياسة عندما أبقى في مكاني خير لي أن أتقدم خطوة وأفشل فيها. لذلك يجب عليهم أن يفكروا في الوسائل التصعيدية وأن يفكروا جيدا كيف يعني يتعاملوا مع السلطة، كيف يتعاملوا مع هذه السلطة القائمة، ما هي الخطط، ما هي البدائل، ما هي الأمور التي يقومون بها يعني في سبيل يعني إعطاء زخم كذا لهذا الحراك. كل هذا مطلوب. لا لكن المشكل استاذ الحسن، يعني المشكل البعض يشككون حتى في قضية إمكانية او قدرة الحراك في التنظيم وتشكيل لجان التنسيق والمتابعة. وهل تظن ان المشككين غالطين في هذه القضية وان الايام المقبلة سوف تبرهن ان الحراك بمقدوره التنظيم والتأطير؟ حسب رأيك يعني بكل صراحة. أنا بالنسبة إلي ورأيي الشخصي، هذا الحراك الذي دام سنة كاملة وهو يتطور في كل يوم يستطيع أن يقدم البدائل ويستطيع أن ينسق ويستطيع أن يؤثر. لا يجب أن نضغط على هؤلاء، وإنما نترك لهم الفرصة، نعطيهم الوقت، ونحاول أن نوجههم يعني بما يستطيع كل واحد ما في جعبته يعطيه. لكن أنا متأكد أن هذا الحراك لا يعدم وسيلة في العمل وفي التنسيق وفي التنويع وفي يعني الذهاب إلى وسائل جديدة. المهم أن نصبر عليهم ونعطيهم الوقت ونعطيهم الوسائل التي يعني يستطيعون التنسيق فيما بينهم، وهم أعتقد أنهم سينجحون بإذن الله. أستاذ كلال، خلنا نولي الآن إلى قضية 22 فبراير. سنة كاملة من الحراك رانا ماشيين إلى هذا الذكرى. هل تظن أن الحراك اللي قبل 22 فبراير الجاي والحراك بعد 22 فبراير سوف يكون فيه تغيير وتحسن، سوف يكون أمر جديد ديناميكية جديدة بعد 22 فبراير الجاي؟ أستاذ كلال، كما سبق الأخ حسن، الحراك اللي خلال عام كامل وهو يخرج بهذه القوة هذا ما جاش لك عشوائيين ولا عفويين، لا، كاين ناس نشطاء يمشطوا يتكلموا يوجهوا نداءات الناس اللي ما شاركوش يشاركوا، معناها كاين عمل، وهذ الناس هذو يقدروا يطوروا هذه الأدوات تاع العمل ويوصلوا إلى التأثير. التأثير بشكل الألكع مطلوب منهم، هما أذكياء ما يخصهمش ذكاء، هما هي في الحقيقة الانتيليجنس تاع الجزائر، هما هذو كل الاخرين هذو راكم قشبختة لا في الحكومة ولا في البرلمان ولا في المجتمع المدني. هذاك الحراك هو الانتيليجنس الجزائرية، هو النخبة الجزائرية، وهذوك ما يعدموش كما قال أخي حاسم اللي كان يهضر قبل الآن، ما يعدموش وسيلة باش يطوروا الحراك فيما بعد الذكرى الأولى. أنا نتصور أنه رايحين يطوروا أدواتهم ويوصلوا إن شاء الله للانتصار. شكرا يا سيمان حسن كلال، الناشط السياسي من الجزائر، بارك الله فيك على هذه المشاركة. أستاذ شيخ الحسن، قولي لي يعني فيما يخص قضية، قبل ما نروح لقضية المستقبل وماذا تتصور بعد الذكرى الأولى، خلينا نقول قضية المناورات النظام. رأيك، حبيت نسمع رأيك فيما يخص قضية الوكيل الجمهورية المساعد اللي حول تأديبا يعني حول إلى الصحراء إلى مدينة قمار. البعض يقول أن ربما الآن الحراك عنده دور في هذه القضية، عنده دور في مساندة مثل هذه الشخصيات، على الأقل ذكر أسمائهم، تشجيعهم بشعارات حتى يشجع الآخرون، لأن الآن هذا راح إلى قمار، واحد أخر ربما إذا كان دنيا باش يتكلم ولا يرافع من أجل الحراك سوف يرجع إلى الوراء لأن يلقى روحه وحده. واش رأيك في هذا الرأي، يعني مساندة الحراك لمثل هذه المواقف؟
نعم أخي سليم، هذا يعني سبحان الله، كل مرة النظام يرتكب حماقة ويرتكب أخطاء كأنها يعني تعطي وقود بالنسبة للحرج. هذه الحادثة التي حدثت تبين ارتباك السلطة، وكذلك تعطي فرصة للحراك أن ينادي في الجمعة القادمة بأعلى صوته كما نادى في الجمعات السابقة على أنه يجب أن نذهب إلى الاستقلال الحقيقي للعدالة، ويطالبون كذلك بما طالبوا به في الجمعات الماضية كما قالوا زغمتي للحراج. هذا يبين أخي أن النظام ما زال يناور وما زال يمارس نفس الأساليب التي كان يتبعها من قبل، لماذا؟ لأنه ليس له رؤية واضحة، ليس له استراتيجية. هو هدفه ما هو؟ فقط هو تكسير الحراك، لا يفكر في غير هذا، لذلك يقع في أخطاء كثيرة، وهذه الأخطاء يستغلها الحراك بإذن الله حتى يقوي صفوفه ويزيد في يعني في التعبئة حتى يعني يصل بإذن الله إلى يعني وسائل الضغط الأكثر على النظام حتى يستجيب إلى مطالبه. سؤال أخير أستاذ. نعم. النظام في الحقيقة فقد الكاريزما وفقد الشخصية التي كان يتمتع بها المرحوم قايد صالح. هو كان كل شيء يقوم به هو، يعين يتصل يفرض أشياء. عندما ذهب السلطة الآن مرتبكة، لم تجد الشخصية التي تقوم بالدور الذي كان يقوم به القايد صالح. هذه فرصة على كل حال. واضح. وسأسأل الحسن سؤال أخير، ربما خلينا نعود إلى ليست احتفالية على كل حال، لكن ذكرى أولى من الحراك. البعض يتكلم على الزحف، إحنا هو العاصمة، واحد آخر يتكلم إلى تشكيل الأشكال أخرى من التصعيد. أنت كيف تتوقع يوم 22 فيفري وتحديدا يوم السبت؟ يعني يكون الجمعة قبل 21 فيفري، يكون في الجمعة 53، وكيف تتوقع 22 فيفري السنة هذه؟ أخي أنا أتوقع أن يكون حراك فريد من نوعه يوم 21 فيفري. أما يعني كيف يكون التصعيد، فأعتقد أنه سابق لأوانه، وهذا لا يستطيع أن يتحدث عنه إلا يعني الفاعلين يعني في الحراك. فقط الذي نطلب من الحراكيين كطلب فقط، نحن على كل حال نوجه النصيحة إن شاءوا أخذوا بها، وإن لم يشاءوا لم يأخذوا. فقط هو عندما نفكر في أي وسيلة للتصعيد يجب أن ندرسها جيدا من جميع النواحي. إذا رأينا أنها تؤتي أكلها قمنا بها، وإذا رأينا أن نسبة الفشل فيها تكون كبيرة فيجب تجنبها، كما قلت، لأنه أن نبقى في مكاننا خير من أن نتقدم خطوة ثم نعود إلى الوراء. واضح. شكرا أستاذ الشيخ حسن ناشط سياسي من الجزائر، بارك الله فيك على هذه المشاركة. وأحبتي أنتم شكرا موصول إليكم لبقيتم معنا وطول هذه الحصة، والموعد كالعادة يتجدد. نعطيكم غدا إن شاء الله الموعد على القناة المغربية، تغطية خاصة مستمرة حول هذا الحراك المبارك للشعب الجزائر العظيم. كما قال الشعب الجزائري، حبيت نعود لها ثاني هذه المرة، لأن الشعب الجزائري البارحة طلب الجمعة، الشعب عموما يخرج بنفس الإصرار بنفس المطلب، وهو ما راناش رايحين للدار، ما راناش نوليو اللور، ما راناش حابسين حتى يطيح هذا النظام كما يقولون. وإحنا ثاني من المغاربية، جماعة الطاقم المغربي يؤكد أن ما دام الشعب الجزائري ما حبش يولي اللور، والله ما رانا حابسين. السلام عليكم.